ابتداء من العام المقبل ستكون جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار حصرا بدلا من الدولار، فيما يبدو إنه توجه من البنك المركزي للسيطرة على السوق الموازية عبر ضبط إيقاع تداولات السلع والخدمات وضمان عدم تأثرها بتذبذب أسعار صرف العملة الصعبة. من الواضح أن البنك المركزي يحاول امتثال إلى متطلبات الفدرالي الأمريكي في إحكام السيطرة على جميع أنواع السلع والخدمات المقدمة داخل الأراضي العراقية وبيعها بالدينار العراقي. بالتأكيد مثل هذا الإجراء سيعيد هيبة الدينار العراقي ويمكننا من التحري عن جنس هذا الدينار العراقي. الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية وإنشاء المشاريع الاستراتيجية مثل طريق التنمية يمكن أن تسهم في رفع قيمة الدينار عبر اعتماد البنوك العراقية لإجراء التحويلات المالية، الأمر الذي تسعى إليه الحكومة وصولا إلى إلغاء السوق الموازية للدولار تدريجيا ومنح الأسواق المحلية الاستقرار اللازم. نتأمل أن يكون الاقتصاد العراقي السنة القادمة في وضع جيد ويستطيع أن يغطي كل التحاويل بين البنوك الأخرى، يعني ليس عن طريق البنك المركزي فقط. ومع نمو الاقتصاد العراقي بالمشاريع المخطط لها طريق التنمية وغيرها، عندما يقوى الاقتصاد العراقي يكون العملة مالته قوية والدينار يقبله للدينار العراقي البنك المركزي الحكومة العراقية بسعر 1320، وهذه تشجيع ودعم للحوالات. ويرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن توجه البنك المركزي العراقي لاعتماد الدينار بدلا من الدولار في التجارة والتعاملات الداخلية خطوة مهمة لتقوية العملة الوطنية والاقتصاد وعامل محفز لإعادة الحياة إلى القطاعات الحيوية وأبرزها الصناعة والزراعة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.